مساء النور حبيبتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم جيت وجبت لكم فيديو جديد عاوتاني، وتحت طلب الاخوات بزاف ديال الاخوات اللي طلبوني نعمل اكسسوارات ديال بنيتات صغارين، واليوم جيت نعمل معكم واحد مجدل ديال العنق بمكونات بسيطه ونفرحوا وليداتنا، علاش لا؟ حتى هما كيعجبو ملي تكون ماماهم عدلت لهم شي حاجه كيفرحوا، وحنا بيدنا كنكونوا فرحانين اللي عدلنا شي حاجه لوليداتنا. فالمكونات اللي هي بسيطة جدا جدا، عندنا هاد الزمرد هذا أو كريستال رقم 6، هو وهذا اللون هذا دخلت مع هاد الأحمر، هاد الدبلونة هادي راه كتعمل غير 10 دراهم، 12 دراهم، الكبيرة ديالها كتعمل 15 دراهم. يعني نفرحو وليداتنا غير بشي حاجة اللي هي بسيطة، وأنا كنقدم لكم غير شي حاجة اللي هي بسيطة اللي في متناول الجمال لأي واحد يقدر يعملها، لان حيت بزاف المكونات ديال الاكسسوارات ما كيكونوش موجودين بزاف ديال المناطق. بزاف ديال البنات كيسقسوني اختي ملي كتشري حنا ما عندناش هادشي ما عندناش. انا كنحاول نعمل معكم شي حاجات اللي هما بساط اللي تقدروا تعملوهم في الدار ديالكم وبكل بساطه. عندنا هذا المجدل هادو 20 درهم، هذا ديال الحرير بوحديتو ما فيهش الثقلي وصغيوار، المهم نحتاجو مقياس. والسبيب ديالنا بحال دائما 0.30، ونبداو على بركة الله. نشبرو الدبلونة ديالنا وغنعملو جوج خويطات من هنا وجوج خويطات من هنايا. أنا هنا دخلت الخيط على جوج جهات هنايا، ولكن غادي نولي نخرج الخيط هيدا من هنايا من تحت هيدا بهاد الطريقة، وغنرجع فيها جوج خيوط باش يجوني خارجين من تحت هيدا بهاد الطريقة هادي. ولكن انا غلطت، انا كان خصني نعملو مها فينا فهاد الموطع هادو اللي هما واسع. شوفو هنايا انا نعطيكم واحد النصيحة، هادو ملي تكونوا باغيين تشريو بحال هادو ضروري خصكم تشوفو لهم هاد العوينات واش كاينين واش مفتوحين. دابا انا بغيت نعملها من هاد الجهة، ما جبرتش هاد العينينات هادو مفتوحين، كنت غنعملها هيدا بهاد الطريقة، ولكن جبرت لهاد العينات مشدودين فما يمكنلكش ما يمكنش يبانوا لكم هنايا. ملي كتعملوا قبالة الضو كيبانوا لكم. دابا انا اضطريت باش نعملها هيدا واقفه، هذا هو المشكل. دائما خصكم اللي تكونوا غتشريو بحال هاد الدبلونات هادي شوفوا من العوينات ديالهم واش يعني مقابلين بعطياتهم ويكونوا مفتوحين. اذا دابا انا دخلت الخيط هنا في هاد العينينه هادي، وغادي نخدم بهاد الطريقه هادي. غادي نحاول نجيب العوينات قبل بعضياتهم هكذا، هكذا. دابا هنايا شنو غنعمل؟ هنا غنعمل سريفه وغادي نتخرج العقده من تحت. ضروري الخيط خصو يجي من تحت ما يجيش من الفوق هكذا، هكذا خصهم يجيو من تحت ويجيو مقابلين. اذا نبداو على بركة الله، ساهل وماشي شي حاجة اللي هي صعيبة. اذا نبداو بهاد اللوينات المعاكسين، حيت هنايا عندنا هادي بالاحمر، هنايا غنبداو بالخضر. غنعملو جوج في الخضيدار وواحد العقيقة في الذهبي. هذا غير اللي كيتباع بالعبر، انا ما كنصحكمش به، يعني غير عاد تعلموا فيه وصافي. شريو ديال الخيط اللي كيعمل 20 درهم، هذاك هو اللي كيكون خيط مزيان، راه وريت لكم. غنمشيو هيدا بهذه الطريقه، انا من جوج في الخضر وواحد ذهبيه وجوج في الاحمر. صافي غنمشيو بهذه الطريقه هذه. هيدا الخيط الاولاني والخيط الثاني، شي حاجه اللي بسيطه وسهله ويمكن تفرحوا بها وليداتكم، علاش لا؟ حتى حنا كيعجبونا وليداتنا ملي يكونوا ماشيين حضارين، كيكونوا حتى هما لابسين قفيطنات كيفرحوا وكيبقاو يوريو صحابهم ماما عدلت لي هذه ماما عدلت لي هذه. اذا حبيبتي هيدا غنمشيو بهذه الطريقه هذه، هيدا نعمل خيط اخر. انا نرجع لكم
دير هنايا كتعمل زواقات اللي بغيتو، تعملوا ثلاثة ثلاثة، تعملوا جوج وحدة ذهبية، وتعملوا خضراء وحدة وجوج ذهبيين، المهم كتعملوا اللي بغيتو نتوما. هنايا العبار كيبقى نتوما كتعبروا على العمق ديال البنيتة ديالكم. انا ما غنعملوش طويل بزاف، غير هيدا، وهذا راه هو كبير بزاف حيت هو غيجيب المجدول. انا غنزيد نقص هاد الجويجات، صافي غنخلي غير هيدا، وغنكمل جهة اخرى ونرجع لكم. اذا حبيبتي هذه هي الطريقه، بهذه الطريقه هذه هذا ايجي هنا. ملي كنختمو كنشبرو بواحد العقيقه كما كانت في الخضيره ولا في الميمار هيدا، باش كنجمعوا هاد الخيوط هيدا، باش هنا كنربطو، باش كندخلو في المجدول وكنربطو. وهنا طبعا كنعملو يا اما اللي ما عندهاش اللي بول كبازي كتربط، كتربط هنايا وكترجع كل خيط في الخيط ديالو، وكنزيدو نربطو وكنقطعو. كاينه لي بول كبازي كنربطو بلي بول كبازي. هذه هي الطريقه ديال الفينيسيون ديال المجدول هنايا. انا قلت لكم الا ما كاينش هاد لي بول كبازي غنربطو انزيرو هيدا، ونخليو العقيق ديالنا مرخي، يعني العقيق كيخصو يبقى مرخي على راحتو، وكنربطو هنا وكنرجعو في هاد الخيوط. عندنا لي بول كازي كندخلو الخيط وعاد كنرجعو في ديك لي بول كازي، بحال اللي كنوريكم دائما هادوك جوج خيوط كنرجعوهم في هاد لي بول كازي هيدا، ومن بعد كنزيرو هيدا هيدا بهاد الطريقة هادي، ومن بعد نخليو الخيط على راحتو. وقبل ما نزيرو ندخلهم هنايا بعدا الخيوط هادو، ندخلهم هنا باش ما كيبقاولناش كتجيناش معذبه. سمحوا لي انا راه كنبقى نهضر بعض المرات بشويه، ما كان هادو ديك الساعات نقدوهم هيدا. هنا العقيق خصنا نخليوه ما نجيبوهش مزير وما نجيبوهش مرخي، هيدا نحطو هيدا وكنشوف هيدا صافي. هادي هنا ونزيرو، ولكن قبل ما نزيرو دائما قبل ما نزيرو، حيت الا مشينا عملنا هاد العملية هادي صافي ما بقالنا لا ما نزيرو ولا ما نجبدو الخيط ولا فين نديوه ولا فين نجيبوه. صافي الا بقات مرخية، غتبقى لكم مرخية جات مزيرة، خصكم تقطعو وتعاودو عاوتاني. اذا انا غادي نعمل الجهة الاخرى. صافي هاد الخيط هذا كنزيدو ندخلو هنا شويه وكنقطعوه، صافي هذا ما يوليش يتقطع ولا يترخاف. هذه هي الطريقه هنا الجهه هذه، عاوتاني نخدمه بنفس الطريقه ونرجع لكم. اذا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال هاد المجدول ستيتو ديال بنيتات صغارين، واللي كان تحت الطلب، يعني بزاف ديال الاخوات طلبوا لي ان نعمل لهم الاكسوارات ديال بنيتات صغارين، وعلاش لا، مكونات يعني سهله وموجوده في متناول اي واحد يقدر يعمله، وشكيل بلدي والالوان بلديه مغربيه تقليديه. ونتمنى يا ربي يكون عجبكم هذا المجدول ستيتو، وخليوا لي الدعوات ديالكم ولي لايك، وعملوا لي لايك باش يطلع الفيديو باش كلشي يستفد ان شاء الله. راه الاشياء كلها بسيطه، يعني ما كاينش هنايا المجدول كامل غيستقام عليكم بواحد 20-30 درهم ولا 40 درهم. كنتمنى يا ربي يعجبكم، وخليوا لي الدعوات ديالكم الجميله بحال قلوبكم الطيبه، وموعدنا الفيديو القادم ان شاء الله يا رب. مع السلامه حبيباتي.